اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة شكل جديد لزينة رمضان. انا عاملة حجمين من الفانوس. هنا الفانوس ده اشتغلته بنفس الخطوات بس بغرزة الحشو، والفانوس ده اشتغلته بغرزة النص عمود نفس الخطوات اللي اشتغلت بيها الفانوس ده، اشتغلت بيها الفانوس ده بس هنا بغرزة الحشو وهنا بغرزة النص عمود، علشان هنعمل فرع زينة نعلق فيه الفوانيس دي. انا هشتغل معاكم اللي هو بغرزة النص عمود وهعمله بكذا لون في بعض علشان اوريكم هندخل اللون ازاي في الخيط. هنبتدي مع بعض وهنشتغل عقدة البداية. هشتغل 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهزود عليهم كمان سلسلتين ارتفاع غرزة النص عمود. هلف الخيط على الإبرة وهسيب السلسلتين الارتفاع اللي انا ارتفعتهم، وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة نص عمود وبسحب الخيط. كون معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من الـ3 حلقات مع بعض. دي كده اول غرزة نص عمود. تاني هلف الخيط على الابرة وهروح لغرزة السلسلة اللي بعديها على طول، وهدخل فيها وهسحب الخيط. بيتبقى معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبطلع من الـ3 حلقات مع بعض. بلف الخيط على الإبرة وبروح لغرزة السلسلة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة نص عمود، وبفضل كده مكملة بنفس الطريقة ان انا بشتغل فوق كل غرزة سلسلة غرزة نص عمود. هكمل للآخر وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. هنتقل للسطر التاني وهشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهلف الشغل. هنا انا عندي المكان اللي ارتفعت منه الـ2 سلسلة هسيبه، وهدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود. كده بقى مايل معايا الكيرف اهو تناقص. هدخل في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. السطر ده كله همشيه في كل غرزة نص عمود، هعمل فيها غرزة نص عمود ما عدا الغرزة الأخيرة والـ2 سلسلة الارتفاع، هعمل فيهم تناقص. هكمل لحد ما اوصل للغرزة العمود غرزة نص عمود الأخيرة وهرجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت للغرزة الأخيرة واللي هما الـ2 سلسلة الارتفاع، هعمل فيهم التناقص. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في غرزة النص عمود اللي قبل الأخيرة دي، وهسحب الخيط ومش هطلع من ولا حلقة، هيتكون معايا 3 حلقات. هلف الخيط تاني على الإبرة وهروح فوق تاني غرزة سلسلة من سلاسل الارتفاع. هدخل فيها وهسحب الخيط ومش هطلع من ولا حلقة، هيتكون معايا 5 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط واطلع من الـ5 حلقات مع بعض. يبقى انا ابتديت الدور ب13 غرزة نص عمود. في السطر ده هيكون معايا 11 غرزة نص عمود. السطر اللي بعد كده هنشتغله ثابت، ان انا هشتغل 2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة. هلف الشغل الاول، بعد كده في نفس المكان اللي اشتغلت منه الـ2 سلسلة هدخل فيه واشتغل غرزة نص عمود، والمكان اللي بعديه هدخل فيه برضو واشتغل فيه غرزة نص عمود. السطر ده همشيه هشتغل فوق كل غرزة نص عمود هشتغل فيه غرزة نص عمود. هيكون معايا في نهاية السطر ده 11 غرزة نص عمود. هكمل وارجع لكم تاني. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وبقى معايا 11 غرزة نص عمود. السطر اللي بعد كده هشتغل تناقص،
ان انا هشتغل 2 سلسلة وهلف الشغل. المكان اللي ارتفعت منه ال2 سلسلة مش هدخل فيه، هدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود تناقص زي الدور التاني بالظبط. هو بتعمل معايا الكيرف بتاع الفانوس من تحت، همشي عادي في كل غرزة نص عمود، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود، والغرزة الأخيرة ان انا هشتغل فيها غرزة نص عمود تناقص في الغرزة الأخيرة وفي ال2 سلسلة. هكمل لحد ما اوصل للغرزة الأخيرة وهرجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لغرزة نص عمود الأخيرة وال2 سلسلة، هعمل فيهم تناقص، هلف الخيط على الإبرة وهدخل فوق غرزة النص عمود واسحب الخيط ومش هطلع من ولا حلقة، وهلف الخيط تاني على الإبرة واروح فوق ال2 سلسلة، هدخل في تاني سلسلة وهسحب الخيط، هيتبقى معايا 5 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من ال5 حلقات مع بعض. ده كده التناقص بتاعي. في نهاية الراوند ده هيكون معايا 9 غرز نص عمود. السطر اللي بعد كده هعمله سطر ثابت، هشتغل 2 سلسلة وهلف الشغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه ال2 سلسلة، هدخل فيه واشتغل فيه غرزة نص عمود. انا ال2 سلسلة مش بعدهم، تظبيط بس للشغل للحرف بتاع الفانوس علشان يبقى مظبوط معايا. السطر ده همشي فوق كل غرزة نص عمود، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود، هيكون معايا 9 غرز نص عمود في نهاية الدور. هكمل وارجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور واتكون معايا 9 غرز نص عمود. السطر اللي بعد كده هشتغل تناقص، هرتفع 2 سلسلة، المكان اللي ارتفعنا منه ال2 سلسلة مش هشتغل فيه، هدخل في الغرزة اللي بعديه وهشتغل فيها غرزة نص عمود. السطر ده برضو همشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للغرزة الأخيرة وهدخل فيها وهشتغل غرزة تناقص هي وغرزة ال2 سلسلة. بعد كده هشتغل سطر ثابت، هيكون معايا في نهاية السطر ده 7 غرز نص عمود. هكمل السطر ده واعمل فوقيه سطر ثابت وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل التزايد ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة، اشتغلت سطر التناقص واشتغلت فوق السطر الثابت ودخلت في تاني سلسلة. انا هغير اللون دلوقتي فمش هطلع من الحلقة الصفرة، هجيب اللون التاني اللي انا عاوزة ادخله بدل ما اطلع من الاصفر، المفروض بطلع من الخيط الاصفر، لا هلف الخيط على الابرة واطلع من الاحمر بالخيط الاحمر. بعد كده هقص الخيط الاصفر وهربط الفتلتين القصيرين مع بعض اللي هي الصفرة والحمرة عشان اخدها معايا في الشغل وانا ماشيه. انا كده خلصت القاعده بتاعه الفانوس من تحت، دلوقتي هبتدي اشتغل التزايد. بعد ما ربطت الفتلتين من ورا في بعض هرتفع سلسلتين، 1 2 وهلف الشغل. المكان اللي انا ارتفعت منه السلسلتين، احنا قلنا بنرتفع السلسلتين مش بنحسبهم حاجة، هو بيظبط بس الحرف بتاع الفانوس. نفس الغرزة هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، 1 كده 2 في نفس الغرزة اشتغلت فيها 2 غرزة نص عمود، هدخل في الغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. في ال2 سلسلة هدخل في تاني سلسلة واشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، 1، وفي نفس المكان هدخل واعمل كمان 1 كده 2
كده انا عملت تزايد في بداية الدور وتزايد في نهاية الدور. تكون معايا في نهاية الدور ده 9 غرز نص عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. السطر اللي بعد كده هشتغله تزايد، ان انا ثابت قصدي، هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، هشتغل فوق كل غرزة نص عمود، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود. هيتكون معايا في نهاية السطر ده 9 غرز نص عمود، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وتكون معايا في نهاية السطر ده 9 غرز نص عمود. الادوار اللي بعد كده احنا هنمشيها سطر هنشتغل فيه تزايد وسطر هنشتغل فيه ثابت. انا كده عملت السطر الثابت، هنتقل هشتغل السطر التزايد، هشتغل 2 سلسلة في نفس المكان اللي بنرتفع منه، بندخل فيه ونشتغل فيه 2 غرزة نص عمود، 1 في نفس المكان بشتغل كمان 1. احنا التزايد بنعمله في بداية الدور وبنعمله في نهاية الدور. في نهاية الدور ده هيكون معايا 11 غرزة نص عمود، يبقى احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل سطر تزايد وسطر عادي. في نهاية الراوند ده المفروض يكون معانا 9 غرز نص عمود، 11 غرزة نص عمود. هنا في الراوند ده كان معايا 9، الراوند ده هيكون معايا 11. بعد كده هشتغل راوند ثابت، بعد كده هشتغل تزايد، بعد كده هشتغل راوند ثابت، ان انا هشتغل تزايد لحد ما اوصل ل17 غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل عليها سطر ثابت وهرجع اقول لكم هنعمل التناقص ازاي. اشتغلت بنفس الطريقه، طبعا انت حره في تدريجات الالوان، تدرجي الالوان زي ما انت عاوزه. دلوقتي انا هغير الخيط، هغير اللون، هسحب اللون اللي انا عايزه ادخله، بعد كده اقص الخيط الاسود. هربط الفتلتين مع بعض، انا اشتغلت لحد ما وصلت لعدد 17 سلسلة، واشتغلت عليهم 17 قصدي غرزة نص عمود، واشتغلت عليهم دور ثابت زي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل دور تزايد ودور ثابت. اشتغل سلسلتين والف الشغل، السطر ده هنمشيه تناقص. ممكن لو انتي حابة تعملي سطر ثابت كمان عادي، لو انتي عايزة تكبري الحجم عن كده وتزودي كمان سطر ثابت عادي. لما انا بعد ما اشتغلت السلسلتين هسيب، احنا متفقين بنسيب اول غرزة في التنقل، وبعد كده بندخل في الغرزة اللي بعديها كده بنشتغل التناقص كده. دي اول غرزة تناقص، هشتغل عادي كل غرزة نص عمود، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود، احنا بنعمل التناقص او التزايد في بداية الدور ونهاية الدور، وبنشتغل عادي في النص، بنشتغل فوق كل غرزة نص عمود، بنشتغل فوقيها غرزة نص عمود. المفروض ان انا نهاية الدور عند 17 غرزة نص عمود، هيكون معايا في نهاية الدور ده 15 غرزة نص عمود لاني هعمل تناقص. طبعا لو انت حابة تكبري الفانوس عن كده وتعملي بدل 17 تنهي ب19 او 21 زي ما انت عاوزة، تعملي تزايد لحد ما توصلي للحجم اللي انت عاوزاه. ممكن تشتغلي بغرزة العمود بلفة برضو هتفرق معاكي بالحجم. الادوار اللي جايه كلها هشتغلها تناقص، مش هعمل ادوار ثابته ولا حاجه.
وصلت لنهاية الدور اللي هي اخر غرزة نص عمود اهي، هدخل فيها وهسحب الخيط وهلف الخيط تاني على الابرة، وهدخل في السلسلة تاني سلسلة وهسحب الخيط، كون معايا 5 حلقات، بلف الخيط واطلع من 5 حلقات مع بعض. كله هعمله تناقص لفوق، مش هعمل سطر ثابت ولا حاجة. هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، هعمل تناقص، المكان اللي ارتفعت فيه مش هشتغل فيه، هشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول، غرزة نص عمود. همشي الدور بنفس الطريقة، ان انا هشتغل فوق كل غرزة نص عمود، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود. في نهاية الدور ده هيكون معايا 13 غرزة نص عمود، هنا كان معايا 15 13، بعد كده هيبقى معايا 11 9 7، بعد كده هيفضل ما هنفضل شغالين لحد ما يفضل معانا 3 غرز نص عمود. هنفضل شغالين كل سطر تناقص عادي، مش هنشتغل ثابت، هنشتغل تناقص لحد ما يتبقى معانا هنا 3 غرز. وهرجع لكم تاني اوريكم الحلقة دي بتتعمل ازاي، وان احنا نعمل فرع الزينة. اشتغلت لحد ما وصلت ل3 غرز سلاسل. دلوقتي هنشتغل العلاقة اللي احنا هنعلق فيها الفانوس. دلوقتي اول حاجة هشتغل سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة، بعد كده هشتغل 8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8. انا عندي 3 غرز، اشتغلت في غرزة حشو، هسيب الغرزة واروح للسلسلة التانية، تاني سلسلة هدخل فيها واشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هرتفع غرزة سلسلة واقص الخيط. كده خلصت وهيكون معايا بالشكل ده كده. هجيب ابرة مقاس اصغر شوية، دي اللي بنضف فيها الخيط في الشغل، بدخل فيها الخيط في الشغل من جوه. كده هقص الخيط. دلوقتي هنشتغل الفرع مع بعض اللي احنا هنشبك فيه. هجيب خيط عادي وهعمل عقدة البداية، وهشتغل اي عدد سلاسل اللي انا عايزاه، الحجم اللي هو الطرف اللي يكون قبل ما اعلق الفوانيس. هشتغل مثلا عدد ويكون 50 سلسلة. اشتغلت 50 سلسلة، انا هعلق الفانوس بغرزة عمود ب4 لفة. هلف الخيط على الابرة 4 مرات، 1 2 3 4، وهدرج الالوان زي ما انا عاوزة. هجيب مثلا اللون الاصفر اللي انا عملته، وهدخل جوه الحلقة بالابرة وهسحب الخيط، بعد كده هلف الخيط واطلع من حلقتين، وهلف الخيط واطلع من حلقتين كده، دي تاني مرة، وهلف الخيط واطلع من حلقتين كده، دي تالت مرة، وهلف الخيط واطلع من حلقتين كده، رابع مرة، وهلف الخيط واطلع من حلقتين كده، خامس مرة. يبقى كده علقت اول فانوس بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل فراغ اللي هو بين الفانوس والتاني، مثلا هشتغل 20 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ممكن تزودي الفراغ عن كده او تقلليه عن كده على حسب ما انت عاوزه. انا هزوده كمان 10 سلسلة، انا اشتغلت 20، هشتغل كمان 10 سلسلة، هيكونوا معايا 30، 1 2 3 4 5
ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اشتغلت 30 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة 4 مرات كده، 1 2 3 4، وهجيب الفانوس التاني وادخل جوه الحلقة واسحب الخيط والف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من اخر حلقتين. هيكون معايا بالشكل ده كده. هكمل تعليق الفوانيس بنفس الطريقة كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.